ناخذ example. A particle moves along a horizontal path. عندنا في particle اللي تتحرك إنه على horizontal path يعني طريق أفقي with a velocity السرعة v تساوي 3 t تربيع ناقص 6 t. يعني هنا هذه المعادلة معادلة السرعة اللي تتحرك بها ال v as a function of t بالمتر per second where t is the time in second. If it is initially located at the origin O يعني الموقع مالته الانيشال الابتدائي بهذا O وعنا هذا موقع O determine the distance travel in 3.5 second يعني مطلوب من عندنا انه ايش قد الديستنس ترافل يعني المسافة اللي تحركنا بيها او الرحلة في 3.5 second and the particle's average velocity يعني معدل السرعة للبارتيكل and average speed during the time interval والaverage speed خلال وقت الرحلة. هسا نجي هنا الحل مالتنا coordinate system راح نصور المسألة هير ال positive motion فراح نعتبره is to the right measured from the origin O as in figure يعني عندنا هذه الموقع الأساسي مالتنا الانيشال اللي هو O ونعتبر التحرك نحو اليمين هو الـ positive motion يعني الاتجاه الموجب هو راح يكون نحو اليمين. الـ distance traveled مسافة الرحلة since الـ v انه عندنا السرعة هي function الى t the position as a function of time may be found by integrating v بال يعني راح نجي هنا نشتق السرعة إلى الزمن. يعني هسه نريد احنا الموقع مالتنا نريد الـ distance يعني المسافة فنعرف انه المسافة هي منين راح نجيبها فعندنا الـ v اللي هي السرعة هي function إلى الـ t والـ v هي ds للـ dt يعني مشتقة الـ ds مشتقة الـ distance. With the t تساوي صفر ال s تساوي صفر فعندنا هذا الباوندر كونديشن انه بداية الرحلة بداية الرحلة يعني ال t يعني الزمن راح يساوي لنا صفر فالبوزيشن مالته هو صفر. هنا راح نجي نضرب وسطين طرفين لهذه المعادلة فعندنا ال ds راح يطلع لنا تساوي ال v dt يعني هي ال v هي مشتقة ال s لل t التايم فعندنا الدي اس راح تساوي الفي دي تي طبعا هنا هو الاتجاه الموجب وراح يكون نحو اليمين. فهسه المطلوب من عندنا انه نريد الاس فشلون راح نجي نتعامل ويا هذه المعادله عندنا الفي مطينا اياها بالسؤال الفي as a function of t هذه هي الفي مطينا اياها بالسؤال فراح نجي نخلي الفي اللي هي 3 تي تربيع ناقص 6 تي فإذا الـ ds راح تساوي 3 t تربيع ناقص 6 t dt. حتى نستخرج ds، ds هي مشتقة، راح نجي ناخذ التكامل. طبعاً من نجي ناخذ التكامل لازم ناخذ التكامل للطرفين. فهنا ناخذ التكامل للطرفين حتى نستخرج الـ s. فإذا راح يصير لنا التكامل ds وحدود التكامل راح تكون من صفر الى الاس حتى نستخرج معادله راح تكون بين الاس والتايم يعني الاس هو راح يكون هنا هو فاريبل وهنا حدود التكامل يعني ايضا راح نجي التكامل هنا الدي تي معناها راح نكامل الى تي للزمن
وأيضا الزمن البداية الانيشال هو من الصفر إلى التي، حتى راح تكون هي في المعادلة عامة إلى التي. فهسه تكامل دي اس هو راح يكون اس تكامل الدي اس هو اس، وباوندري كونديشن وحدود التكامل عفوا هي من الصفر إلى اس، فراح نعوض اس ناقص صفر فراح يبقى لنا هنا اس. هسه نجي نكامل هنا تكامل 3 تربيع 3 تي تربيع، راح يكون عندنا تي اس 3 على 3، هنا 3 راح تختصر راح يبقى لنا تي اس 3 ناقصا 6 تي، فتكامل هنا تي تي تربيع على 2 تختصر 6 تصير 3 وهي 2 فراح يصير 3 تي تربيع. فاذا المعادله اللي حصلنا عليها هي بين الاس والتي، فاذا اس تساوي تي اس 3 ناقص 3 تي تربيع. بس نشوف احنا حتى نحسب الـ distance travel بالـ 3.5 هذا التايم، لازم نشوف هذه الرحلة التغيرات اللي تصير بيها، ممكن انه تمشي لنا مسافة بعدين راح تجي ترجع لنا يعني تغير المسار، فلازم نعرف هذه الرحلة. فحتى نعرف انه الماكسيموم اللي وصلت له هو عد ال v تساوي صفر، يعني نخلي ال v تساوي صفر، السرعة تساوي صفر، لأن يعني مثلا إذا جاي تتحرك من البارتيكل بهذا الاتجاه فمن تغير اتجاهها بالاتجاه المعاكس معناه هنا ال v تساوي صفر، أو بهذا الاتجاه وتجي تغير فهنا السرعة راح تساوي لنا صفر. فإذا هو من الضروري investigate the path of motion. If you consider graph of the velocity function، يعني لو راح نجي نشوف شلون هذا الطريق، يعني نجي نرسمه بهذا الشكل، هذا الشكل نجي نرسم المسار اللي تحرك به البارتيكل، فنشوف من الصفر إلى الثنيان الـ velocity is negative، من الصفر للثنيان فالـ velocity شوف هنا negative، which means the particle is traveled to the left، معناها انه to the left، يعني السرعة بما انه بالسالب، يعني احنا شلون جاي نجي نعرف انه يمشي لنا هذا البارتيكل نحو اليمين او نحو اليسار، فاذا كان عندنا يعني من الاوريجن والسرعة راح تكون يعني بالسالب، بالسالب معناه هو جاي يبتعد، جاي يبتعد لنا من الاوريجن. شوف هسه هذا عندنا الانيشال، هذا البوزيشن انيشال، فعندنا هنا من الصفر الى الاثنين شلون راح تكون السرعه؟ راح تكون السرعه بالسالب. شنو معنى السرعه انه بالسالب؟ معناه انه هذا البارتيكل جاي يبتعد، يبتعد منين؟ من الاوريجن. شوف هنا هذا هو الأوريجين، والسرعة من الصفر إلى اثنين هو بالسالب معناه جاي يبتعد من الأوريجين. The velocity is negative which means the particle is traveled to the left، يبتعد معناه نحو اليسار. و and for t أكبر من اثنين second the velocity is positive، يعني هنا أنا positive شوف نحو اليمين، هنا من جاي يبتعد هو من نحو اليسار فبهالشكل هذا. وبعدين من اثنين وقد ما التايم من اثنين يعني اكبر من اثنين سكند، شنو اللي صار عندنا؟ شوف هنا الفيلوسيتي هو بوزيتيف، بوزيتيف معناه هو جاي يتجه نحو اليمين، شوف يعني يتجه نحو اليمين، يعني هنا يتجه نحو اليسار، من قلنا نيجاتيف معناه يتجه نحو اليسار مبتعدا. وحتى لو كان مثلا هنا بارتيكل واتجه هيك بهالشكل هذا هو ايضا راح يكون نيجاتيف، يعني الفيلوسيتي النيجاتيف هو نفسه النيجاتيف مات الاكس، يعني احنا معتبرنا الاكس بهذا الشكل هو الموجبه، هو هذا الموجبه. فقد ما يكون الترافل مالتنا يعني البارتيكل قد ما يتحرك لنا نحو اليسار، شوف نحو اليسار معناها هو
شنو الـ velocity راح تكون مادته، راح تكون مادته بالسالب. يعني حتى لو كان هنا الـ particle صح هو جاي يقترب، ولكن باتجاه اليسار للـ x معناه انه الـ velocity هو راح تكون بالسالب. وإذا الـ velocity موجبة معناه هو اتجاه الحركة نحو الاتجاه الموجب إلى الـ x، فهذا هو الاتجاه الموجب للـ x. فإذا بتي تساوي يعني اللي أكبر من اثنين جاي نشوفها هي الـ positive، معناها الاتجاه مع اتجاه الحركة هو نحو اليمين. فهسه عرفنا شلون اتجاه الحركة من خلال الـ velocity هي بالسالب أو بالموجب. نجي للماكسيموم يعني وين وصل وغير اتجاهه، راح نخلي الـ v تساوي صفر. بنخلي الـ v تساوي صفر، فعندنا معادلة الـ v، هذه معادلة الـ v نخليها تساوي صفر، فاللي راح يطلع عندنا انه t تساوي 2 سكند. t تساوي 2 سكند، فهو هنا الـ v تساوي لنا صفر. The particle's position when t تساوي صفر، t تساوي 2 and t تساوي 3.5. فراح نجي نشوف البوزيشن مالته حتى نعرف المسار. كان now be determined from the equation 1 this yield. هسه نجي ال s البوزيشن مالته قد ما يكون t تساوي صفر، راح نعوض بمعادلة ال s، فال s هنا راح تعطينا صفر، فإذا هو موقع البارتيكل قد ما t تساوي صفر هذا هو صفر. بعدين الـ S قد ما الـ T تساوي 2 سكند، يعني هي الماكسيموم وصل له وبعدين رجع، فنشوف ايش قد الـ S هي ناقص 4، فإذا تحركنا منها إلى هنا بمقدار ناقص 4، يعني هنا من الصفر بعدين الـ T 2 سكند، ايش قد تحركنا نحو اليسار؟ تحركنا بمقدار ناقص 4. بعدين قد الـ T 3.5، يعني عوض هنا 3.5 راح يعطينا 6.125. بس شلون انفجر؟ اذا بهذا الشكل راح نجي نشوف احنا يعني الحركه مالتي بارتيكل. ف distance travel راح تكون هي مجموع المسافات اللي تحرك. اشوف هنا تحركنا من t تساوي صفر الى t تساوي 2 سكند، تحرك 4 متر، فهنا راح نجي نجمع 4. بعدين هنا التحرك مالته راح يكون من الثانية 3.5، ايش قد صار عندنا؟ شوف 6.125. طبعا هنا منين يقيسها؟ يقيسها من الاوريجين، شوف من النقطة O، يعني هذا 6.125 راح يقيسها منها. زين احنا بنريد نجمع، فايش راح يصير؟ راح يجي هذا يرجع حتى يوصل لل initial position، فراح يرجع لنا هنا نجد ايضا 4 متر، وبعدين راح يتحرك لنا 6.125. فاذا المجموع شوف 4، هاي الرحلة من ال تي صفر إلى تي اثنين، وبعدين من التي اثنين إلى التي صفر أيضا هي 4 زائدا 6.125. فإذا من نقول التي 3.5، 3.5 هو مشان 6.125، هذا معناها جاي يحسبها منين؟ من الأوريجين، شوف من هذه النقطة جاي يحسب 6.125. الفيلوسيتي الديسبليسمنت يعني الإزاحة هي من التي تساوي صفر إلى التي 3.5، شو يعطينا؟ الدلتا اس، يعني ايش قد التغير بالاس، ايش قد الديستنس من الاس قد ما التي 3.5 ناقص الاس قد ما التي صفر، فبال 3.5 ايش قد 6.125 وبالصفر صفر، فشي يطلع انها هي 6.125، يعني هذه هي بعدها شقد الازاحة، شقد displacement، شوف من هنا t صفر المن الى t 3.5،
يعني تختلف عن الترافل، الديستنس ترافل. الديستنس ترافل هذه كلها يجي يحسبها، هاي الديستنس ترافل، ولكن الديسبليسمنت شوفوا هنا أنا فقط نجي نحسب من يكون عندنا الانيشال المن الى النهايه، فهذا من الانيشال الى النهايه هي 3.5 عفوا 6.125 متر. So the average velocity، الافرج شو يساوي لنا؟ هي الدلتا اس على الدلتا تي. الدلتا اس يعني من الصفر لثلاثة ونص بالتالي هي 6.125، والدلتا تي هي ثلاثة ونص ناقص صفر يعني ثلاثة ونص، فراح يطلع لنا 1.75 متر بير سكند، هذا ال V average. بينما ال average speed defined in terms of the distance traveled ST. This positive scalar is شوف ال V speed average ال ST على الدلتا تي. هناك شنو ال V average؟ هو الدلتا S على يعني الإزاحة، هذا لا هذا بالديستنس بالمسافة، يعني شقد المسافة اللي مشاها، شوف شقد المسافة اللي هي 14.1 متر، فهنا 14.1 على الدلتا تي اللي هي 3.5، فطلعنا 4.04 متر سكند. في هذا السؤال طبعا الاكسلريشن هو هنا 6 تي ناقص 6 وهو is not constant، يعني هنا الاكسلريشن مو ثابت. ثالث اخر the position of a particle، position of a particle which moves along a straight line is defined by the relation. اذا مطينا العلاقه للposition للبارتيكل، فالاكس بدلاله التي، فهذه الاكس بدلاله التي، where x is expressed in feet and t in second. مطلوب من عندنا determine the time at which the velocity will be zero، يمتى الوقت عندما يكون هنا zero، وذا ال position and distance traveled by the particle at time وthe acceleration of the particle at that time وthe distance traveled by the particle from t يساوي 4 to t يساوي 6 second. هسه نجي the equation of motion اللي مطينا اياها هي x تساوي t اس 3 ناقص 6 t تربيع ناقص 15 t زائد 40. نجي نستخرج ال v. ال v هي مشتقة لل x، فإذا dx dt 3 t تربيع ناقص 12 t ناقصا 15. أما الأكسلريشن فهي مشتقة لل v، فراح نجي نشتق 3 t تربيع مشتقة مع 6 t، وهنا 12 تي مشتقتها 12، فإذا هذه هي الإكس، وهاي عندنا الفي، وهاي عندنا الأكسلريشن. أريد التايم آت ويتش الفي يساوي لنا صفر، يعني إيش قد الوقت عندما الفي يساوي لنا صفر، فراح نجي نخلي الفي تساوي لنا صفر، فهذا عندنا الفي راح نخليها تساوي لنا صفر، ونجي نحللها، راح نجي نحل، راح يطلع لنا t تساوي ناقص 1 و t زائد 5، طبعا ما يصير بالسالب، فإذا راح ناخذ t تساوي لنا 5، فإذا راح ناخذ فقط هي t تساوي لنا 5، هي هاي ال عندما يكون ال v يساوي لنا 0. هسه لما تكون ال t أصغر من 5، هسه هنا هي ال 5 هي الماكسيموم، ال v يساوي 0 معناها الماكسيموم، تغير عندنا المسار. فعندما التي أصغر من 5، شوف هنا أنا هذا الرسم، عندما التي أصغر من 5 فشلون كان الفي؟ الفي هي أصغر من الصفر بالسالب، the particle moves in the negative direction، إذا تحرك البارتيكل هو بالنيجاتيف دايركشن، يعني لما يكون البارتيكل يعني الموجب هو نحو اليمين، فإذا هو التحرك مالته نحو اليسار، يعني نيجاتيف. وعندما
ال تي أكبر من الصفر، عفوا أكبر من 5، فنشوف هنا ال في هي أكبر من الصفر، فال في أكبر من الصفر، شوف أكبر من 5 فما فوق، فال في أكبر من الصفر، فإذا البارتكل جاي يتحرك إنه هو بالبوزيتيف دايركشن، بالاتجاه الموجب. يعني هنا نشوف هسه هذا هنا أصغر من 5، شوف التي أصغر من 5، هنا الفيلوسيتي هي أصغر من الصفر، وعد ما التي أكبر من 5 فالفيلوسيتي هو راح يكون بالموجب، وهذا هو الرسم الإكس ديستانس، وهذا رسم الفيلوسيتي، وهذا رسم الأكسلريشن. البوزيشن أند ديستانس ترافل وين في تساوي صفر، فعندنا التي تساوي 5، راح نخليها انتو الاكويشن 1، فنشوف انه الاكس ايش قد اعطتنا، ناقص 60 فوت، بعد ما نجي نعوض انه التي تساوي 5 بمعادلة الاكس، اعطانا انه الاكس هو ناقص 60. طبعا ليش يعني تي يساوي 5؟ لأن هو الفي سواء صفر عندما تي تساوي 5. The initial position at تي تساوي صفر was، هسه عندما الاكس التي تساوي صفر، فنريد نشوف البوزيشن الانيشال، هو اعطانا زائد 40. طبعا خلال هذه الرحلة اللي هي من الصفر إلى 5، الفيلوسيتي ما ساوت لنا بالصفر، يعني معناها الرحلة يعني ما جاي يصير لنا هو تغيير بالاتجاه بالتغيير المعاكس، فالفي ما ساوى لنا صفر، يعني مو ماكزيموم، ما عندنا ماكزيموم بيها من الصفر إلى 5، ما عندنا ماكزيموم، فإذا بهذه الحالة راح يكون الديستانس ترافل، راح نجي نجمع، فهي الناقص 60 والناقص 40 راح يعطينا ناقص 100 فوت. فالديستانس ترافل هي ايش قد؟ هي 100 فوت، طبعا ذا نيجاتيف دايركشن، لان بالسالب. الاكسلريشن عند ما الفي تساوي صفر، راح نعوض بالتي بتساوي 5 بالمعادله، معادله الاكسلريشن، هاي معادله الاكسلريشن، فراح يعطينا الاكسلريشن هو 18 فوت بير سكند تربيع. الديستانس ترافل من التي تساوي 4 الى التي تساوي 6. ذا البارتكل موفز ان ذا نيجاتيف دايركشن فروم تي 4 الى تي 5، فعندنا نيجاتيف، و اند ان ذا بوزيتيف دايركشن فروم تي تساوي 5 الى تي تساوي 6. Therefore, the distance traveled during each of this time interval will be computed separately. يعني راح نجي نحسبهم، يعني كل واحدة منفصلة، يعني عندنا من 4 إلى 5 راح يكون هو باتجاه البوزيتيف، وعندنا من 5 إلى 6 باتجاه النيجاتيف. فهسه نجي من الـ T تساوي 4 إلى T تساوي 5. الاكس عد الخمسة هو ناقص 60، والاكس عد الاربعة ناقص 52، فاذا الديستانس ترافل من الخمسة الى اربعة هو اكس 5 ناقص اكس 4، فراح يعطينا هنا 60 ناقص 52 راح يعطينا 8 فوت، وهاي طبعا بالنيجاتيف، لان 60 هنا عندنا بالنيجاتيف. ومن تي تساوي 5 الى تي تساوي 6، عندنا الخمسة هي ناقص 60، وعد الستة راح تكون هي ناقص 50، فإذا الديستانس ترافل هي من 6 ناقصا 5، يعني اكس 6 ناقص اكس 5، فراح يصير لنا هنا ناقص 50 وناقص ناقص 60، فراح يعطينا زائد 10 فوت، فإذا هي 10 فوت in the positive direction. فإذا التوتال ديستانس ترافل من تي تساوي 4 إلى تي تساوي 6، راح نجي نجمعهم، هي 8 زائد 10 راح يعطينا 18 فوت.